معاكم، ازيكم؟ انا حبيبه. اسمحوا لي احكي لكم النهارده عن حكايتنا انا واصحابي مع مسنده بتاعه الكمبيوتر. في يوم من الايام واحنا صغيرين كنا قاعدين مستنيين حصه الكمبيوتر في الفصل، ودخلت علينا مسنده بتاعه الكمبيوتر وقالت لنا: احنا النهارده هنتكلم مع بعض على حاجه جديده اسمها الانترنت. في الوقت ده انا واصحابي بصينا لبعض وقلنا في صوت واحد: هو يعني ايه الانترنت؟ مسندة ردت علينا وقالت لنا: الإنترنت ليه أكتر من معنى وليه أكتر من اسم، فهو في اللغة العربية اسمه المعمام والشبائك، أما في الإنجليزية فاسمه بيتكون من مقطعين، الأول هو إنتر بمعنى بيني أو ما بين، والتاني هو نت بمعنى شبكة. أما معنى الإنترنت العملي والمعروف هو إنه شبكة بتربط بين كل الكمبيوترات وبتخلي الناس تقدر تتواصل مع بعضهم بسهولة. في اللحظة دي أنا وسارة صاحبتي قلنا في صوت واحد: واو، طب هو الإنترنت ده إزاي فكرته بدأت؟ راحت مسندة ضحكت وقالت لنا: علشان أجاوبكم على السؤال ده خلونا نرجع بالزمن شوية للستينات، وفي أمريكا بالأخص. في الوقت ده ظهر الإنترنت بس كانوا بيستخدموه في الأغراض العسكرية. في السبعينات قدروا يتطوروا شوية ويخترعوا البريد الإلكتروني، وده كان بغرض مشاركة المعلومات بين العلماء. في الثمانينات بدأ استخدام الإنترنت في الجامعات الأمريكية. بالنسبة للتسعينات بقى فده الوقت اللي انتشر فيه الإنترنت على مستوى العالم كله. وهنا سكتت مسندة شوية وقالت: وأيوة صح، من الناس اللي لازم نقول اسمها وإحنا بنتكلم على بداية فكرة الإنترنت هو واحد اسمه تيم برينزلي، وده كان أول واحد أسس برنامج نقدر من خلاله نتصفح الإنترنت، وكان اسم المتصفح ده هو World Wide Web واختصاره هو WWW. وهنا سلمى صاحبتي قالت: طب هو احنا بنقدر نعمل ايه على النت؟ راحت مس سارة قالت لها: ليه فوائد حلوة جدا يا سلمى، منها اننا بنقدر ندرس اي حاجة في الدنيا من عليه، من اول ازاي نكتب لحد ازاي نبني مكوك فضائي، ده غير انه بيساعدنا على اننا نتواصل مع ناس كتير قوي حوالين العالم، ده بالاضافة لفوائد تانية كتير. هنا راحت بسنت زميلتنا قالت: الله يا مس، ده حلو قوي، وهخلي ماما تعمل لنا واحد زيه في البيت. بعد ما بسنت خلصت كلامها ضحكت مسندة ضحكتها اللي كلنا عارفينها، وإنها مش بتضحكها غير وهي مبسوطة مننا. قالت لها: بس يا بسنت، هو مش بيتعمل في البيت، ده هو موجود جاهز على أجهزة الكمبيوتر وأكيد عندكم واحد، وبعدين إحنا مش اتفقنا إن كل حاجة ليها فوائد ليها أضرار؟ يعني الإنترنت عالم حلو جدا، بس للأسف يا سارة في ناس بتستخدمه غلط في انهم بينتحلوا شخصيات ناس تانية، او انهم بيدخلوا على الاجهزة ويخترقوها، ودول اسمهم هاكرز اسود. والهاكرز الاسود دول هم عبارة عن مبرمجين بيستخدموا الانظمة في انهم يتحدوها، وان هم بيسببوا مشاكل كتير جدا. والدليل على كده هو وجود ولد مراهق سنة 2004 قدر انه يكتب فيروس اثر بالسلب على 70% من البرمجيات في الوقت ده، وده غير مشاكل كتير تانية بيسببها الهاكرز الاسود. هنا قلت: الانترنت ده وحش قوي يا مسنده، بس حضرتك دايما تقوللنا ان لكل مشكله حل، فازاي نتجنب مشاكل الانترنت؟ مس ساره بصت لي فخر وقالت لي: احسنتي يا حبيبه، وعشان كده نقطه في موضوع درسنا النهارده هو ازاي نحمي نفسنا من اضرار الانترنت ومشاكله. وده بيكون اولا اننا بنعمل اكتر من حاجه، منهم اننا نغير اعدادات المتصفح اللي بنستخدمه بحيث انه ما يقبلش حاجه اسمها ملفات ارتباط من مواقع ما دخلناهاش قبل كده. تاني حاجه هو اننا بنغير اعدادات حاجه اسمها شبكات التواصل الاجتماعي، وشبكات التواصل الاجتماعي دي مواقع بنقدر من خلالها نتواصل مع اصحابنا في كل مكان. تالت حاجه هي اننا نعمل تحديث للنظام بتاع اجهزتنا كل فتره. رابع حاجة وآخرهم هو إننا بنختار كلمة سر صعب إن حد يخمنها، بنختار كلمة سر علشان في مواقع خاصة بينا ما ينفعش حد يدخلها غيرنا، وعشان كده بنعمل كلمة سر. هنا خلصت مسندة كلامها واستنبهار كتير مننا، وكلنا بنحلم بالبساط الساحر ده اللي اسمه النت. وبكده تكون خلصت حدوتنا بتاعت النهاردة، واللي حابة أنهيها بكلمة قالتها مسندة لينا مرة، وهي إن الإنترنت حاجة حلوة جدا ومفيدة، بس الحياة الواقعية برا الإنترنت أكثر فايدة، وعشان كده حاولوا إنكم تقللوا قعودكم على الإنترنت، وما تنسوش إنكم تحموا نفسكم ومعلوماتكم باتباع إجراءات السلامة اللازمة. سلام، كانت معكم حبيبة حامد وندى ناصر.